اتفاقيه في المجال التعليم الرياضي، وبتهدف ان يكون في كورسات في مختلف المجالات، سواء الاداره الرياضيه وتصوير رياضي، دبلومه او ماجستير. طبعا هي بتتطرق، هتبدا بدبلومه، بعد كده هتتطرق او هتوسع ان هي تكبر تكون مستوى الماجستير. فدي حاجه انا شايف انها مطلوبه في السوق المصري، يعني مطلوبه لان انت عندك القطاع ده مش معلهوش تركيز قوي، القطاع اللي هو التعليم الرياضي يعني، او اللي هو السبورتس اديوكيشن، مفيش عليه فوكس قوي في مصر زي بره. فاحنا من طرفنا برضو كنادي اهلي كان ده من هدف من اهدافنا في ان احنا كدورنا برضو كنادي اهلي نحو اولادنا ونحو شباب النادي ونحو العاملين بالنادي ونحو اي حد بينتمي للنادي وبرضو نحو مصر، يعني ان انت برضو يبقى فيه تطوير للقطاع الرياضي في مصر. فجهتين النهارده، لليجا طبعا جهه كبيره، الدوري الاسباني والجامعه ساسكا الفرنسيه. الحقيقه جه دعوه من الجامعه للنادي، وجت دعوه برضو من لليجا، رابطه الانديه المحترفين في الدوري الاسباني للنادي الاهلي، ومن السفير الاسباني مشكور جدا، فحابين نشكرهم انه حبوا ان النادي الاهلي يكون مشارك معهم في حاجه زي كده، وان النادي يكون طرف في شيء زي ده. فطبعا ده احنا هندرس ده، احنا موجودين النهارده، قابلنا الدعوه، بنرحب بالناس وكل حاجه، هندرس طبعا ده ونعرضه على مجلس الاداره، ولو طبعا هيبقى في اضافه للنادي هنعمله ان شاء الله. يعني الرياضه مش بس مجرد انت بتمارس بلعبه معينه بالشكل الفيزيكال، يعني تلعب كوره تلعب، لا انت برده محتاج يعني تطور برده العقليات اكتر من كده، سواء للناشئين الصغيرين لسه طالعين، سواء للعيبه، سواء حتى للمدربين والاداريين قبل اللعيبه. يعني اهم، يعني انت احنا للاسف في ساعات بتشوف نماذج كتيره جدا في المجتمع او في القطاع الرياضي في مصر، يعني حاجه بتبقى مؤسفه. فانت بتبقى محتاج ان انت برضو تتنور او تطور ده، وبتبداها من بدري، بتبدا من ان انت تشوف انت ازاي تطور ده مع الوقت وازاي تكبر ده مع الوقت. فانا شايف انه هي حاجه مطلوبه وحاجه مهمه وحاجه موجوده، عرف موجود بره. يعني انت في انديه كبيره جدا بره دلوقتي زي ريال مدريد، زي مانشستر سيتي، زي يوفنتوس، كلهم عندهم جامعات، يعني كل نادي بقى ليه جامعه خاصه بيه، جامعه رياضيه. الجامعه دي بتهدف بقى ان انت تاهل الكوادر بتاعتك. انت في مصر في كوادر ممتازه جدا خصوصا من الشباب، كوادر يعني فعلا مبشره، محتاج بس الدعم ده بجزء تعليمي او بجزء ان هو يبقى دارس الموضوع بقى بشكل ثقافي اقوى او بشكل علمي اقوى، ان هو يبدا بقى ياخد كورسات في الاداره، في التسويق، في انا يعني عاصرت تجربه زي دي، سافرت اسبانيا وعملت حاجه زي كده في ريال مدريد. بس انت مش يعني مش كل الناس هيبقى عندها الوقت والفرصه ان هي تسافر وتطلع، فلو عملنا حاجه في مصر هنا اكيد هتفيد. يعني انا شخصيا عشت التجربه واستفدت منها جدا، فاكيد هتفيد ناس كتير وقطاع كبير من الشباب. وزي ما قلت لك يعني احنا محتاجين ان كمان الاداريين في 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 معظم الانديه والاداريين في والمدربين وكده يبقى عندهم الحته دي عشان برضو ينقلوها للعيبه وينقلوها للناشئين، وبالتالي السايكل تبقى كامله يعني. فده دورنا كنادي اهلي، بنسعى لده وبنحاول نحقق ده، وان شاء الله يعني يكون بدايه خير النهارده ان احنا نحققه ان شاء الله. احنا العلاقات بينهم طيبه جدا، ولا ليجا مش اول مره يمكن يعني يبقى في بيننا وبينهم حاجه. هما سبق احنا كان في اكتر من مؤتمر كنا بنحضره في اسبانيا، انا حضرت في ريال مدريد قبل كده، كان مهندس خالد مرتجي ومع طبعا مجموعه من النادي الاهلي، من الكوادر الهائله جدا في النادي الاهلي، كلهم طلعوا هناك وسافروا، وكان امير توفيق معهم برضو معنا النهارده مدير التسويق في النادي. فانت بتحاول ان انت دايما يبقى في ترابط، ان انت تاهل كوادرك ازاي، ان انت يبقى في استفاده من التجارب دي ازاي. اسبانيا في علاقات طيبه معاهم، سواء على مستوى المسؤولين في الدوري الاسباني، سواء على مستوى الانديه هناك كمان، بنحاول نستفيد من ده. هم دايما الحمد لله بيبقوا يعني بيبقى حاجه طيبه منهم ان هم دايما بيدعوا النادي الاهلي لمناسبات كبيره، دايما النادي الاهلي بالنسبه لهم هو اكبر واهم نادي في مصر وفي افريقيا. فدي حاجه بتشرفنا وحاجه احنا بنحاول نستفيد بقى منها، ان احنا ازاي ننقل التجربه دي عندنا هنا. احنا النهارده بس بنتكلم في شق معين، يعني اللي هو السبورتس اديوكيشن او الشق التعليمي ده اللي احنا جايين له النهارده، لكن طبعا ده اللي بتقوله ده ممتاز ووارد جدا، وسبق لما سافرنا ورحنا في مدريد واتكلمنا بنتكلم في حاجات زي كده. ومع لاليجا برضو علاقتنا بيهم طيبه جدا،
ممكن جدا في وقت من الاوقات يحصل حاجه تفيد الناشئين عندنا، حاجه يكون فيها زي ما انت قلت تعايش او تجارب او ناس تطلع بره وهم ناس من عندهم تيجي هنا تبقى بتدي زي وركشوبس للناشئين اللي عندك. يعني اكيد هيبقى اكتر او اكبر استفاده هنقدر ان احنا نحققها معاهم هنحققها. المجال موجود، المساحه موجوده، جماهيريه وتاريخ وعلاقه النادي الاهلي بتسمح له بده اكتر، فان شاء الله يعني هنقدر نحقق ده باذن الله. التسوير اكوردو انتر، الاتفاقيه دي اتوقعت ما بين جامعه اسليسكا في مصر والليغا الدوري الاسباني، وهي اتفاقيه مهمه لانها بتقوم على برامج تعليميه وتدريبيه، وده بياكد لنا ان الدوري الاسباني لليغا إسبانيولا مش مجرد كرة قدم وبس، لكن كمان في مبادرات وإضافة جديدة للعلاقات ما بين مصر وإسبانيا. الاتفاقية زي ما قلنا في الأول هي موقعة ما بين جامعة إسليسكا والليغا اللي هي الدوري الإسباني، وأنا يعني ما بتتدخلش فيها الدولة الإسبانية، دول مؤسستين، واحدة رياضية وواحدة تعليمية، وأنا مش على دراية تامة بمضمونها أو محتواها، لكن اقدر اقول لحضرتك ان لليغا الدوري الاسباني موقع اتفاقيات اجتماعيه لانشطه اجتماعيه وانشطه تعليميه مع مؤسسات دوليه كبيره، وجامعه اسليسكا واحده منهم، ونقدر نقول ان النشاط التعليمي والنشاط التربوي يدخل ضمن النشاط الاجتماعي اللي بتاديه لليغا في على مستوى العالم كله وطبعا بالنسبه لمصر. الحقيقه الهدف من الاتفاقيه ان مصر محطه انظار العالم، الكره المصريه الان الكل يسعى صوبها، كلنا طبعا حاسين بحجم الجهد من الأندية، ونتمنى ان التواصل ده يتم يعني توافقا حتى مع طموحنا في انه يبقى عندنا منتج كروي قابل للتصدير. وشفنا مو صلاح قبله طبعا تجارب كثيرة، هذا هو الطموح، وده ما يعني واحنا في شاشة الأهلي ما خلاش الحكاية بعيد. الأهلي عنده طول الوقت زيارات خارجية للأندية وبعثات ووفادات، وأيضا وقع مع الليجا الأسبانية اتفاقية شراكة، وبالتالي أعتقد أنه ده بيساوي أنه ماشية إن شاء الله في طريق صحيح. قوتها النعمة هي كرة القدم والفن والثقافة بتعود، فما بالنا والنهاردة الليجا مع مؤسسات علمية ومؤسسات تعمل في بيزنس الرياضة. أكيد ده اللي قلناه واللي بنقوله كتير عن توافق كل هذه الهيئات مع استثمارات في مصر، وده شيء الحقيقة يفرحنا جدا جدا. لكن الأهم إن احنا نشوف أكتر من محترف مصري نشأ في البلد دي على هوى إن هو يجتاز الحدود ويعبر المتوسط في اتجاهات أخرى. وزي بقول لحضرتك تاني، أتمنى إنه الأغلب الأعم من الأندية كمان يبقى عنده توافق مع شراكات خارجية، بدأها الأهلي في أكثر، أعتقد إنه يليق بباقي الأندية أن تسعى في الاتجاه ده، لأن المنتج ده لو خرج الحقيقة هيعمل اقتصاديات مصر محتاجاها لكرة القدم وللاقتصاد العام كمان. أنا سمعكم وتكلموا مع معالي السفير الأسباني، الراجل بيقول لك إنه الدولة الأسبانية لا تتدخل لأنه ده عناصر احترافية، ولكن عندما يكون يعني هناك أمر ما على مستوى البيزنس، التجارة، الثقافة، العلوم، لازم الدولتين بيبقى فيه تقارب. أكيد الليجا عشان مصر أولاً عارفة يعني إيه مصر، عارفة يعني إيه مواهب، ثانياً بتبدأ الوفادة من السفارات، بيبدأ لينك مع السفارة المصرية الأسبانية في القاهرة، ومن ثم مش بس الترتيبات واستضافة التوقيع، ولكن أيضاً عبر ترابط أكثر بين الدول دي بكل مناحي الحياة بقى، بأنديتها، بمؤسسات زي الليجا وغيرها حتى في غير مجالات الرياضة. بتبقى فكرة السفارات هي اللي بتنشئ أو بينشأ على ضفافها فكرة أي تعاون بين الدول، وأعتقد أن ده منظور جديد للعلاقات المصرية الأسبانية، خاصة أنه وجودنا ونتائجنا في أسبانيا، يعني إذا كنا في التاريخ بنقول كده تم تعريب الدواوين، لا إحنا كمان كمصريين عربنا يعني عربنا الصفحات بتاعة الأندية، وكلنا شفنا صفحة الليجا وهي بتتمنى للأهلي قبل نهائي أفريقيا أنه يكون موفق ويفوز، يعني ما تمنتش للنهائي أن يكون نهائي ليج بأفريقيا، لكن تمنت للأهلي بمشجعيه أن يفوز على صفحتها العربية. إحنا الهدف كله أن صناعة الرياضة عموما تقدمت والكرة بالذات في العالم، وإحنا لسه في مصر يعني بنحاول في المرحلة دي، فجت الاتفاقية مع الليجا أن هم يقدروا يعملوا معانا نقل خبرات وننقل الأندية بتاعتهم للي موجود هنا، وطبعا ده حاجة من الحاجات اللي يعني الأهلي من الحاجات النوادي السباقة عندنا في مصر في الموضوع ده، وما ينفعش حاجة زي دي تتعمل
في مصر من غير ما يكون الاهلي جزء منها مع الجامعه، لان احنا عندنا الجزء بتاع الاداره ازاي الاداره الرياضيه، ده جزء اللي احنا خاصين بيه في جامعه اسليسكا. الجزء التكنيكال يعني او الفني بتاع اداره الرياضه هنجيبه من لاليا، وهنقدر نطبق الموضوع ده بحاجات زي نماذج في مصر على النادي الاهلي. ده الهدف اللي احنا عايزين نوصل له ان شاء الله يعني بالاتفاقيه دي. احنا بنبدا مع الليجا اكتر تركيز في النشاط الرياضي الكروي، بنتكلم اكتر على الكوره لان الليجا دي رابطه الانديه الاسبانيه وهي تخصصها الاساسي كوره. اما اس ام اس عشان احنا عايزين نكبر الموضوع، لان الرياضه مش كوره بس، احنا عندنا رياضات اخرى، عندنا اتحادات اخرى، كل ده احنا محتاجين نبدا نشتغل عليه. فاس ام اس هي اكبر المدارس اللي في والجامعات اللي في فرنسا واسبانيا وسويسرا دلوقتي اللي بتقدم برامج الاداريه. هنجيب المعلومات اللي عندهم من اول اصغر عامل وموظف في اي جهه رياضيه في مصر لحد اتحادات ومجالات، كله يقدر يشوف دي كصناعة، زي نقدر نستغل الصناعة دي ان تبقى مصدر دخل للبلد كمان، زي ما بتحصل في اسبانيا وفي لاليج وفي كل الدول اللي قريبة دلوقتي. يعني احنا لما بنيجي نعمل البرامج دي احنا بنكلم قطاعين، قطاع خاص والقطاع الحكومي. في القطاع الخاص احنا بنقدر ندرب كل الناس اللي في الشركات والكلام ده كله، فده جزء بيعود على الشركة الخاصة. ده كله بكل الخبراء اللي بتيجي دي حمقص من وقتهم ان هم يقدروا يعملوا برامج للحكومة وبرامج لاتحاد الكورة وبرامج الانديه اللي لسه تبع الدوله او اللي بتتحول في القانون الجديد لشركات. فكل دول هتبقى خبره منقوله من هناك لهنا من غير ما نضطر نتكلف فيها مبالغ كبيره ولا نكلف الدوله حاجه، لا احنا بنجيب الخبراء لحد هنا وبيدربوا الناس جوه القاهره واسكندريه وجوه النوادي اللي عندنا وجوه النادي الاهلي. فاحنا بنقدر نتكفل بالخبراء ونفيد البلد في نفس الوقت، فهي فايده من ناحيتين. شركات كتير وعندهم امل في تطوير حاجات كتير، هم لهم تجارب ناجحه قبل كده في الارجنتين مثلا في التعاون مع انديه، تنظيم دخول الجمهور عائد من الانديه، فهم عندهم كل الكلام ده ومستعدين ان هم يقدموه كحاجه مجانيه. عشان كده ان شاء الله اللي هيبقى النادي الاهلي يكون شريكنا في هذا الموضوع، ان احنا نطبق النماذج بتاعتهم دي كلها على اللي موجود النادي الاهلي. فتبقى اتفاقيه بين جامعه اسليسكا وبين لاليجا في اسبانيا وبين النادي الاهلي كموديل نعمله عشان يمشي وراه بقيه الانديه كلها، ايه اللي بيحصل وازاي هنقدر نزود موارد النادي، نقدر ان احنا نترجم الكلام ده كله لبقيه الانديه وبقيه الرياضات اللي في الانديه. الفائده الاولانيه طبعا ان هو هيقدر يستفيد بكل اللي احنا هنجيبه من هناك، هيبقى كله في جزء استفاده الاهلي. التطبيق كله هيكون في الاول مع النادي الاهلي، ان احنا نجرب الموضوع ده لكل العاملين بالنادي اللي يقدروا يطوروا من الجهاز الاداري مع التطوير اللي بيحصل الفتره دي، ان هو يبقى مؤسسه اكتر نجاحا كمان على الناحيه الماديه، وتبدا تبقى مؤسسه بتربح فلوس للنادي. فطبعا ده انت عارف هيعود يعني على النادي الاهلي بايه، الفلوس الزياده هنقدر ايه الفريق يتحسن ويقدر بقيه الرياضات كلها تتحسن. يعني لا الفوائد هتكون كتير يعني على النادي الاهلي، وبنشكره طبعا ان هو من الناس اللي دعمونا من اول ما الفكره ظهرت، كان من اوائل النوادي اللي موجوده معانا هنا وحاضرين معانا في الايفنتس. الهدف من الاتفاقيه النهارده هو هدف تعليمي ما بين لاليجا وما بين جامعه سليسكا. aparte del convenio educativo liga هتقوم بدعوه محترفين وهيقدموا سيمينار في مصر مع المسؤولين الرياضيين في مصر والمؤسسات الرياضيه في مصر حوالين الفار والتكنولوجيا الجديده في الرياضه. بالفعل عندهم بعض المشاريع بس حاليا ما يقدروش يكشفوا عنها. es algo que se podemos ممكن الاستاذ عمر اللي هو مسؤول عن موضوع سفر اللاعب. siempre decimos que la liga طبعا la liga ما بتتوقفش عند لاعب معين او عند فريق معين، اكبر من اي حد. شكرا جزيلا، بشكركم على حفاوه الاستقبال وعلى اليوم الرائع، واحنا جينا علشان نقدم الاتفاقيه، والاتفاقيه دي ان شاء الله تستمر واحنا موجودين باستمرار في مصر. Hemos venido في المقام الاول علشان نقدم الاتفاقيه دي، واللي هي اتفاقيه تعاون مع جامعه اسليسكا مصر، والغرض منها ان هي تاهيل محترفين على الرياضه بالتحديد مع لاليغا وتبادل الخبرات. الكورس الاولاني او الدوره الاولانيه اللي احنا شرعنا فيها بالفعل هي دوره تاهيل ماركتنج او تسويق في مجال الرياضه وكره القدم، وده بعد كده تبدا استتبعها دورات اخرى ومشاريع اخرى ان شاء الله كله في حين. احنا في المقام الاول بنقول ان ده مشروع تعليمي، المشروع الليجا ليها اهداف ومشاريع كتيره،
احنا مشروعنا وجه لبرامج تعليميه في اداره وترويج لكره القدم او للرياضه بصفه عامه. الليجا ليها اكاديميات تانية مفروض ان انتوا يعني تبقوا تتواصلوا معاهم وتعرفوا الاهداف بتاعتها، لكن برضو بنقول ان احنا كمدرسه بزنس اداري بنحاول ان احنا نأهل اللي هم هيبقوا المشرفين الاداريين او المسؤولين الاداريين عن الرياضه في مصر وفي المستقبل. لا ليغا كون سو بريزنسيا اكي تمثيل الليغا الاسبانيه هنا في مصر بقاله سنه، واحنا جينا علشان نبقى، واحنا زي ما بنروج للدوري كمان بنروج لصوره اسبانيا، ومن خلال ده بنروج لصوره اسبانيا في مصر. واعتقد ان ده كان يعني عملناه بشكل طيب، وان الناس في العالم كله بتتقدم هي الرياضه الشعبيه، ويعني الدوري الاسباني دلوقتي بقى سفير لصوره اسبانيا لمارك اسبانيا، واحنا من خلال ترويج لكره القدم بنروج لصوره اسبانيا. اسبانيا احنا بنعيش في عالم العولمه، وكره القدم بتمثل الوجه ده، واحنا عن طريق تمثيلنا للدوري الاسباني بنروج برضو لصوره اسبانيا. هناك عاشق لكرة القدم محمد صلاح بالنسبة لي لاعب أكتر من رائع، وهو لاعب أكتر من رائع على المستوى كلاعب كرة قدم وعلى المستوى الإنساني أيضا، ينقل قيم ومثل عظيمة جدا للشباب وللأطفال، وهو لاعب عظيم يعني بالنسبة لنا. طبعا احنا نتمنى محمد صلاح لاعب محترف ولاعب عظيم، واحنا نتمنى ان هو يبقى موجود في الدوري الاسباني. باب اللاعبين الكبار والاسماء الكبيرة عندنا جريزمان، عندنا لويس سواريز، عندنا ميسي، ونتمنى ان يكون محمد صلاح، لكن للأسف الدوري الاسباني ما بيتعاقدش مع لعيبة، لكن اندية الدوري هي اللي بتتعاقد مع اللعيبة. ومحمد صلاح بيلعب في ليفربول، هو نادي عظيم برضو، وده القرار في الاخر بيرجع للاندية المشاركة في الدوري الاسباني مش للليغا. negociar entre clubes y ficharlo.